يكون معانا الصحفي يولي هيلس الالماني، هنتكلم اكتر عن الكره الالمانيه. برحب بيك في برنامج السادسه. مساء الخير. انه من دواعي شرفي ان اكون مع سيادتكم على الشاشه. ده شرف لينا طبعا. وخليني اسالك في البدايه على رايك في السيطره الالمانيه الحقيقه على جوائز يويفا السنه دي بفوز هانس فليك مدرب البايرن افضل مدرب وليفاندوفسكي افضل لاعب. حسنا، ان سالتوني كصحفي، كل هذه الجوائز هي في الآخر مقدمة للفريق كله. ولكن إن سألتوني كمحب للكرة الألمانية، أعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة للعبة الألمانية، لأنه في السنتين الأخيرتين البوندسليغا كانت في الظل، خاصة بقوة البريميوس ليج وكذلك الكرة الأسبانية. ولكن أن نعود إلى الضوء ثانيا ككرة ألمانية هو شيء مهم بالنسبة لي. طيب، هل ممكن نقول أن ليفاندوفسكي هيكون الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أو بالكرة الذهبية العام ده؟ إنه احتمال شديد، يعني أرجحه كثيرا، ذلك لأنه كما تعلمين مثل كل هذه الجوائز هي في الآخر لابد أن تكسبي شيء منها، يعني فريقك يجب أن يفوز بشيء، سواء لك كمحبة للكرة أو لمحبين الفريق ككل. وبايرن قدم كل ما يمكنه ولن يتوقف عن تقديم أفضل ما لديه. طيب، ليه بذكرك لبايرن ميونخ، ليه شايف نجح بايرن ميونخ في تحقيق يمكن كل البطولات في موسم استثنائي، رغم انه ما تعاقدش مع صفقات من العيار الثقيل زي انديه اوروبيه ثانيه؟ ويمكن كمان البايرن من اكثر الانديه او النادي الوحيد اللي في العالم اللي بعد فتره التوقف رجع بقوه جدا، ما كانش مستاهل المستوى يبقى في تصاعد يعني زي باقي الانديه. نعم، حتى في ألمانيا نحن أمام مفاجأة، الأمر مفاجأة لنا، لأننا حين نتحدث عن ما قدمه في البوندسليغا وإن فليك لم يدرب فرقا مثل هذا المستوى من قبل، فهو الآن يبدو على الشاشة كأنه الرقم واحد، نمبر وان. فحين دخل إلى قلوبنا، حتى المديرين البايرن كانوا الأمر بالنسبة لهم مفاجأة، وبالتالي أرى أنه حصوله على عقد طويل المدى هو شيء مهم. وإن ما حدث، يعني إن رأينا اللاعبين ككل ولعبهم على مدى طويلة زي مارمل نويا، توماس ميولر، جيروم بورتين، دافيد ألابا وآخرين، لعبوا لمدة 6 و7 مواسم أو سنين، وأعتقد أنه لديهم مازال شيء يمكنهم أن يقدمونه أو يثبتوه، لأن بعضهم تم تدريبهم من خلال، يعني كان بيدربهم مدرب الفريق القومي لأنهم كانوا يلعبون بقوة، وبعضهم شعروا بأن عليهم أن يقوموا بتحديث أنفسهم أو بتحسين صورتهم الفنية كذلك. طيب، برأيك هل هيواصل بايرن عروضه القوية الموسم ده في الدوري الألماني؟ هذا سؤال شديد الأهمية. حضرتك سبق وقلت أن بايرن لم يقوم بأي تعاقدات كبرى، فالكثير من المشاهدين يرون أو من محبي الكرة محبي الفريق يرون أنه عليه أن يقوم بتعاقدات كبرى وضم نجوم كبيرة إليه، لأن البوندسليغا الآن مقابل البايندزهايم ويعني والكأس الألماني وكافة المسابقات، نرى أن الفرق تلعب حاليا بدون توقف، فقد أصابهم التعب بعض الشيء. نعم، أصابهم التعب وخسروا كذلك لاعبين أساسيين، فربما عليهم القيام بديل أو 2 أو 3 إن أرادوا أن يستكملوا نجاحاتهم. برأيك إيه المراكز اللي ممكن يكون محتاج بايرن ميونخ إن هو يدعمها الفترة اللي جاية، أو مين مثلا أسماء لعيبة كبار ممكن يفرقوا جدا مع بايرن ميونخ لو جم الفترة اللي جاية؟
هذا سؤال صعب لأني ما أرى هو أن ليفاندوفسكي لا شيء يوقفه، فهو هداف كون، ولكن ما فيش ستاندرد. حتى الآن الشيء المميز بالنسبة لليفاندوفسكي أنه يقوم بإحراز الأهداف دون أن نتوقعها، وهو لم حتى الآن لم تصبه أي إصابة. ولكن ماذا قد يحدث إذا أصيب إذا لاقته الإصابة؟ فهذا سوف تكون بمثابة يعني أمر صعب بالنسبة للفريق. فهو بالتالي محتاجين أن يكون هناك من هو قادر على استبدال ليفاندوفسكي إذا أصيب أو إذا اضطر إلى الخروج من اللعب. أكيد. طيب عايز أعرف توقعاتك لشكل المنافسة في البونز ليجا بشكل عام الموسم ده. نحن كمحبي الكرة كلنا أمل أن نكون فريقنا أقرب، ولكن يعني كما ترون الموسم السابق كان ليس الأفضل بالنسبة لنا، والكل يعني أصبحوا يتساءلون هل سوف نقابل موسم ممل كما سابقه؟ لا أنا لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أن السيزن الحالي سيكون مليء بالإثارة وكذلك بالمفاجآت. طيب هل تتوقع نجاح الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتس مع تشيلسي؟ نعم، في أول شهرين رأينا أنهم يتقدمون بسرعة، وكاي هافرتس قدم تغيير، ولكن بما رأيناه من شخصية كاي هافرتس أعتقد أنه هو من سيتقدم، يعني سيتقدم على تيمو فيرنر، وهو بالتالي أعتقد أنه سيكون من الصعب له يعني بمناسبة أنه غير فريق وغير دولة أن يقدم كل ما لديه حاليا. طيب عايز أعرف برضو تعليقك على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وفرص الأندية الألمانية في تكرار طبعا إنجاز النسخة اللي فاتت بتواجد فريقين ألمانيين في نصف النهائي. نعم، هذا كان أمر يعني أسعدني أن أراه، ولكن من الصعب الآن أن نقول شيئا لأن هناك تأثير أيضا لما يدور حولنا مثل الكوفيد 19 وأثره الغريب على الكرة وعلى الحياة عامة. فأنا لا أعتقد أن سوف يتكرر ثانية أن يكون هناك فريقين ألمانيين في النصف النهائي، فهو يعني ما حدث الموسم السابق سيكون من الصعب أن يتم إعادته أو استعادته بالنسبة للفرق الألمانية في هذا الموسم. بشكرك جدا، كنت معنا الحقيقة في برنامج السادسة، بشكرك على كل المعلومات دي.